ماتيور ريان لحرس المرمى، يمين الدبيع جاك نيستن، على اليسار عزيز بيتش، ثنائي محور الدبيع سانسباري ومارك ميليغان، ثم أربع لاعبين في وسط الميدان، خمسة لاعبين في وسط الميدان، مايك شيندينك إلى جانب أرون موي، وكذلك ماتيو ليكي وروبي كروز، وطبعا الكابتن مايك شيندينك، المهاجم الوحيد أندرو نابول. تيرات المدرب الهولندي فان مارفيك. ديدي ديجو اختار التشكيل الثاني لبدايه المونديال. حراسه المرمى ليوغو لوريس، على يمين الدفاع بنجامان بافار، على اليسار هرنانديز، في وسط الدفاع سامويل اوبيتي ورافائيل فاران، ثلاثي وسط الميدان بول بوغبا، جولو كانتي وكورونتان توليزو، وثلاثي خط النار الاسرع في هذا المونديال كيليان مبابي، انطوان غريزمان وعثمان دامبيلي. هذه هي الاختيارات الفرنسية في المباراة الافتتاحية. طاقم التحكيم طبعا يقوده الحكم الاوروغوياني اندريس بافار. كرة ممتازة في دار الهجوم. يوزع او يساوم مبابي. قلت لكم مشاهدينا الكرام ثلاثي خط النار مبابي كورنتان يوزع مرة أخرى الدفاع الأسترالي بالمرصاد. سيدي بي يمين الدفاع الفرنسي كرة لمبابي والمخالفة. اندريس كرة الأوروغوياني يأتي مخالفة. لن يسمح للفرنسي بالفعل. بوغبا وماتيو ريان. بال بوغبا أغلبية البلو. لكن في النهاية تصدي أسترالي وغريزمان. أنطوان غريزمان. التسويب وماتيو ريان. موجود هرنانديز. هرنانديز اللي يتفوق في هذه اللقطة ومخالفة. مبابي يوزع الفرنسي الى فريقه فاران غريزمان. التختيم الماتي ارانوي اللي يوزع وكرة ماتيو ليكي كانت برمازة وامامنا. هذا غريزمان في التمهيد هرنانديز والحكم يعطي مخالفة ضد ماتيو ليكي. اول انذار ضد ماتيو ليكي. اذا مهاجم هيرتا برلين ينال اول انذار في المباراة. غريزمان يوسع وادرين وبروسيا دورتموند. كره بالراس تدخل دفاعي. سيطره فرنسيه ميدانيه. بول بوجبا كره رايعه. ماي اللي يوزع كره جول. اوه روعه روعه في العارين والحراسه الفرنسيه. ماي يوزع في القائم الثاني. دفاعيه ممتازه من الجانب الاسترالي. دامبيلي والحارس بوغبا لبنجامان بافار اللي وزع بالاربع هزايم. تعدي الكرة مبابي مبابي تعدي الكرة المخافة عثمان دامبيلي. كرة لارن موي. ارن موي التمهيد هرنانديز يعدي وهرنانديز مليمترية وتعدي الخطورة. المجموعة الفرنسية ترجع من كورونتان توليسو غريزمان. غريزمان وهذه كرة عثمان دامبيلي. التصويب هرنانديز يصوب. يبقى أخطر اللاعبين بالراس وكرة على طول الرابع زين الدين زيدان. 108 مباريات وهذه كرة لمبابي قادر من خلال المونديال بالإتاحة برقم مارك شوارز. لعبت ممتاز بافار. بوغبا بوغبا بكرة لغريزمان. بافار يوصل الكرة لعثمان دامبيلي اللي وزع. التسويب بجانب الحارس كولاريس والخطورة الأسترالية قوية ومثالية. مرة أخرى خطورة لعزيز بيج اللي وزع. التسويب طبعا أمام وسط الميدان الهجومي سيكون موجود توم راجد. هرنانديز ليوسا جمالي عثمان دامبيلي. دامبيلي يغير اليسار بكرة ممتازة. أمور على هرنانديز كرة ممتازة. يوسا رافا فاران. رافا فاران في أصعب امتحان. كرة ويقظة دفاعية. لا يلعب الكرة يلعب الكرة بطريقة شرعية. باشوش ريزدون الكرة أم بعثها غريزمان.
يتقبل فرنسي، الديك الفرنسي يتعدى الكونكر الاسترالي في الكازا مرة اخرى جريزمان، وذاع ذاع الهدف الثاني. جول 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 لا لا وجول لا على المايك يوسع المتابعة بضرب الجزاء، وضرب الجزاء للمنتخب الاسترالي، المنتخب الاسترالي بفرصة التعادل بعد 5 دقائق من سبع ويمشي جدينا. جول هدف التعادل للكونكر الاسترالي، يبكي ولا يبالي، هذه هي نكهة البطولة العالم. نبيل فقير يوزع تصدي لماتيليكي وتسويتي بهدف الانتصار، كورة لليمين يحاول في جيرو، هذه الكورة جيرو جيرو جول، هنالك جول للمنتخب الفرنسي. نعم الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى، جول لبول بوجبا. المنتخب الفرنسي محظوظ محظوظ محظوظ، كرة قدامه من بول بوجبا.